مريم ابنة دوار ولاة صبيطة، سقف أمانيها انخفض كثيراً وبات يقتصر اليوم على أمور قد تكون نعماً فطرية في حياة الكثيرين، إنما في حياة مريم فلا. أمنية الذهاب مشياً إلى المدرسة والاستمتاع بأجواء الحياة البسيطة التي تحيط بهذه الطفلة المكلومة، أماني عاجزة مريم اليوم عن تحقيقها بسبب وضعها الصحي المتأزم. وفي مغرب الخير نتعرف وإياكم على قصتها المريرة، آملين كالعادة خيراً في قلوبكم. بحرية، عارفين على أنكم كدوزوا من واحد المحنة كبيرة بزاف بسبب ديال المرض ديال بنتك مريم. نبغي نعرف منك وكذلك المشاهدين شنو المشكل اللي كتعاني منه مريم من نهار تخلقات. من نهار تخلقات هي مريضة من عندها 8 أيام ونحن عطب. اللي ذاتي من عندها 8 أيام بديتها للطبيب. هذيك الساعة هي مريضة، دار لها الحلي، دار لها الريجيم ديال. باش كانت مريضة بالضبط؟ هي قال لي عندها الحساسية ديال المسعر. وباش حسيتي انتيا كيفاش عرفتي على انها مريضة وديتي على عنطب؟ كانت كتقية، كانت كتقية في عمرها 8 أيام والإسهال. شهادك الإسهال هي في الصور. داك شهر صافي بحال الموتة. من ديتها عطاها الريجيم. الحليب ديال الزوجة كتبعته العام كله هي كتشربه، ملي كملت عام ولات تاكل الخبز داكشي تاكل غير الدم. وصفات طبية التزمت مريم بها يقيناً منها بأنها ستتعافى وبأن النظام الغذائي الذي فرض عليها سيسمح لها بالتخلص من حالتها التي توخز قلبها وقلب والدتها. 3 سنين فاش ولات تمشي كطيح تجرح تشد العافية بيدها البوطة تحرق ما تبكيش، تحرقت من وجهها ما بكيتش، شحال من هرسة تهرست ما كتبكيش، ما كتحش. هي راه ما كتحش، انا ما عرفتش مرضى شنو. ملي ديتها عنده قلت لي راه اش كيوقع لها، قال لي صباره الطبيب. شنو قال لك؟ قال لي صباره اكتصبر هادشي كله، قال لي اكتصبر. وقد كان تشخيص الصبر خاطئا بل باعثا على السخريه والمراره، فهو يوحي باخفاق ذريع لاطباء مماثلين تقتصر قواهم على الاستهتار بحياه المكروبين. اسمح لي الطبيب الاول اللي مشيتي عنده اللي عطاك او اللي عطاها الريجيم ديال 3 سنين تاكل غير الذره وقال لك راها صباره قال لي ما كتحش، فين كاين؟ جديده. مشيتي عنده للعياده ولا مشيتي للمستشفى؟ لا مشيت للعياده. رغم المبالغ المدفوعة يبدو أن الطبيب لم يتمكن من دراسة الحالة كما يجب، فجاد بتشخيص بدائي تجسد في أن مريم تتحلى بقدرة عالية على الصبر، ولكن حقيقة حالتها اختلفت ب180 درجة عن تشخيص الصبر المضحك. بديت عند الطبيب في الدار البيضاء، حسابي الطبيب الأول خرج للدرس، بدل الطبيب ديال مسار واحد آخر دار ليها التحاليل مشاو لبرا وداك الشيء، قال لي راه ما عندهاش هذا المشكل ديال الحساسيه ديال المسعر، 3 سنين ضيع فيها هذا الطبيب، قال لي هذا خصك تدعيه حتى هو ضيعها. قلت لي انا ما عندي لاش اش ندعي، ندعي غير الله. ديتها للدار البيضاء، فاش ديتها لعندهم داروا ليها تخطيط ديال العضلات باش ما واش كتحس ولا لا، دار ليها سكانير وشوف كذا الشيء، لقاو عندها الاحساس ما كتحش.
مشكل ديال الإحساس ما كتحسش. طفلة بلا إحساس، وكيف لعاقل أن يصدق ذلك؟ وتقاسيم وجه مريم جميعها بلا استثناء تشع براءة وحناناً. مريم لاباس عليك؟ لاباس. قولي، عارفة شنو المشكلة الصحية اللي عندك؟ شنو عندك؟ ما كنحسش عندي بليبس ولا قاصني الشوكة، ما كنحسش. غير الشوكة اللي ما كتحسيش بيها ولا شي حاجة أخرى؟ شي حاجة أخرى. بحالاش؟ تحسك الصبر ما نحسش بيه، أي حاجة ما نحسش بيه. دابا إذا حطيت يدي على يدك ما تحسيش بيهم؟ لا. حالة قلما تصادف في الحياة، فلا مريم قادرة على الإحساس بوخزات الإبر ولا بأي شيء آخر يلامس جسدها. هذه 4 شهور مريومة ما بقيتيش قادرة تمشي ياك؟ شنو وقع لك بالضبط باش صافي توقفتي على الحركة ما بقيتيش قادرة توقفي على رجلك؟ كنت كنتمشي وما بقاش كتمشي حاجة الأعصاب تكرا، ولاو كيتحلوا الأصبع بحدهم من التحت كيتقسم من هنا دوري رجل كمري كيتحلو من هنا وكيدوزو شهر شهرين ما كتبراش. تفاش نعست السبيطار المر الأول دوزو للدواء في العرق، الدوايات اللي كتشرب ما كيقضيش فيها ما كيبريهمش، كيبقاو خامج كتولي الريحة خامزة وكلشي. من اللي ديتها لقاو العظام سوت ليها بداك الميكروب اللي كيبقى دايزة دخل لها العظام. مين شاف الطبيب الحالة ديال رجلين ديالها وأنهم بدأوا كيتسوسوا، شنو قال لك؟ شنو السبب ديال هاد السوسة اللي بدأت كتنوض لها في رجلها؟ من داك الميكروب اللي كيخمجوا الأصبع، هي باش سوسوا الأصبع. وديك الميكروب كيفاش جا؟ هي من الحمى اللي ما كتحش، من داك الإحساس اللي ما كتحش. فداك المشكل ديال الإحساس. الصبعين ديالها بداو كيتسوسوا كيف ما قال لك الطبيب بسبب هاد المشكله اللي عندها، وهي انعدام الاحساس، ما كتحس حتى بشي حاجه. اللي قاستها غادي تخرج لها. ولكن ملي كنقولوا انعدام الاحساس، غير مثلا اذا مثلا شوكه ولا ضربه ولا شي حاجه ما كتحش، ولكن هي كتمشى يعني كتعامل طبيعي في حياتها. هي كانت كتمشى عادي غير مؤخرا اللي فاش بركت مويا كتمشي، وهي ماشي كتقد تمشي كاع مزيان، رجليها اكثر رجل وحده ثقيله لها ما كتمشي. وانا مع الترويد، هاد المشي غير بالترويد في الاول ما كانش، درت لها 5 سنين ديال الترويد كنت ما كنبطلهاش. اللي ولا المشكل ديال عينيها ما بقاش ديت، درت لها ترويد وليت عندها مشكل حتى في عينيها. في عينيها الشيء اللي لاحظنا، عندها مشكل حتى في عينيها وليت كنديها للترويد. عندها نظر ناقص، عندها نظر ناقص وعندها واحد العين في الحول. قال لي تايا دابا مديتها عند الطبيبه، قالت لي واحد الشهر دير لها واحد الراديو باش نديروا لها العمليه العين. قلت انا على حساب رجليها، المشكل ديال رجليها خير ما درتهاش لا في عينيها مزيان. على حسب ما فهمت منك بحريه، انت يا مزوجه بولد عمتك، واش الاطباء اللي نتوما يعني ترددتوا عليهم باش تفهموا السبب الحقيقي مور هاد الحاله اللي صابت مريم، قالوا لك على انه زواج العائله سبب في هاد الحاله اللي مصابه بها؟ زواج العائله قال لي هادشي مش يلاه ملي تزادت عدا ولا فيها، خلقت من الكرش وراثي. قال لي خلقت في الكرش، قال لي هذا العصب ديال التحكم وديال الاحساس مضروبين له وهي في الكرش. مش قال لي تخلقت عادة باش مرضت. كاين شي واحد اخر في العائله عنده نفس الحاله؟ لا، هي الوحيده.
عاجزة هذه الأسرة عن إجراء العملية المطلوبة لمريم، والتي ستكون مسألة التعرف على تفاصيلها قاسية على مسامعكم وقلوبكم. وكل ما تقوم به الأم وفل ذات كبدها حالياً هو محاولة مجاراة الأيام إلى حين بزوغ فجر يوم كامل الإشراق في حياتهما. بحريا انتم ولاد هاد المنطقة، ولاد سبيطة، على حسب ما كنلاحظوا على أنه الحالة المادية ديالك لنتي ولا الرجل ديالك ضعيفة. رجل عندك ما خدمش، انتي كتخدمي، شنو الخدمة اللي كتديري؟ كندير الشي ديال نجي في الدار باش كنعاونها هي، باش كتهز بيت دريني التصح. مريم جاتني كتير لي، ماشي جهدي، واخا كندير جلال وكيعاونني الناس، كل ماشي الناس كيكسيوها كيصمتوها، ما نقدرش نوجد لهادشي كله الناس اللي كيعاونوني. ولا أقسى من شعور أم بالعجز وهي ترى فلذات كبدها تعاني الأمرين بسبب مرض نادر ينهش جسدها بلا رحمة، وتبقى الدموع الوسيلة المثلى لمن لا حيلة له لكي يتجاوز الأحاسيس المريرة. ملي كتكون جالسه معاك مريم وهي شايفه دابا الحاله ديالكم وشايفه الحاله ديالها، شنو كتبقى تقول لك بينك وبينها؟ بغيت نعرف داك الهضره اللي كتدور ما بين الام والابنه ديالها. كتبغي شحال من حاجه وكيبقى فيها الحال، ما عارفه انا ما غاديش نوصل لديك الحاجه وكنوجدها لها، ورغم هكاك ماشي الشيء اللي كنوجد لها اللي بغات، شويه منه ماشي نوجد لها زعما كلشي، غير شويه منه اللي كنوجد. بحال اش الحوايج اللي كتبغيهم ما كيكونوش متوفرين؟ بغات لباس، بغات تقرا اكثر هي المدرسه، باغيه تقرا. المدرسه بعيده علينا وفي وقت الشتاء الغايس ما كنقدوش باش نديها، بعيده المدرسه والشمس كتاثر عليها، كتجي الحاله ديال الصرع الا مشات الشمس. شحال بعيده المدرسه على البلاصه اللي نتوما ساكنين فيها؟ شويه ماشي بزاف، ما عرفتش. شحال الوقت زعما؟ الوقت شي ساعه. شحال ما مشيتي للمدرسه تقريبا؟ 15. توحشتي المدرسه؟ شويه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وثائق طبية عديدة تؤكد أن ما تعانيه مريم يحتاج لعملية جراحية صعبة تفاصيلها على المستوى الإنساني بالنسبة لطفلة في عمرها. بحرية، آخر طبيب شفته في الدار البيضاء طلب منكم دير العملية. دير العملية، هاد العملية عبارة عن شنو بالضبط؟ باش يدير لها الحديد في رجليها ويفتح لها العصبة، قال لي تنشطت ليها واحد لصبة
يحيد لها الصبع. يحيد لها الصبع بجوج. صبع كبير. كبير. دل صبع حداش فيه مسوسة بجوج. لأنه صافي ما بقتش تقدر أنها ولا الميكروب ما بقاش فيه ولا كيطلع لها الفوق. دابا الميكروب دا كينتشر. خصك جوج ديال الصبعين يحيدو. ولا كيطلع لها الفوق ما بقاش في الصبع. ولا كيطلع لها الرجل. وبالنسبة للمشي. قال لك أنها ممكن تمشي. هتولي قال لي تمشي مزيان. ما تبقاش زي داوت كتعباج. ما غير بثمانية ديال السبعين ماشي بعشرات السبعين. بثمانية. وكان واجبا خلال محادثتنا مع مريم التي أبانت عن نضجها الكبير في سنها الصغيرة هذه أن نسأل صاحبة الشأن عن درايتها بماهية العملية المطلوبة. شنو طالب منك الطبيب؟ دير العملية. الطبيب طالب منك دير العملية. وعارفة هاد العملية شنو غيدير فيها؟ لا تعلم عن التفاصيل شيئا رغم تصريحات أمها لنفهم أنها ليست محبذة حاليا لفكرة إدراك مصابها وتقتصر على النفي هروبا من واقعها المرير. أردنا تغيير الموضوع ولكن جميع الطرق مع مريم كانت تؤدي إلى الشعور بحرقة كبيرة في قلوبنا. دابا أمر يوما من كتفيق الصباح حتى العشية حتى الليل قبل ما تجي تنعس. تينا دابا جالسة في الدار ياك ما كتخرجش شي بزاف إلا وإذا مشيتي عند الطبيب. كيفاش كدوز النهار ديالك؟ مرة كنجبد كشوتي كنقرا مرة كن نتفرج هي حاجة. شنو كتمنى في هاد الحياة؟ تكون عندي صحة. الصحة ولا شيء غيرها هذا كل ما تتمناه مريم. قلتي لي شنو أكثر حاجة كتضرك؟ رجلي. ما كتحسيش بالحرق ولكن غير المنظر ديالهم ولا غير الشكل ديالهم انتينا ما قدرش انك تمشى عليهم كيضرك في خاطرك. غير حلم الصحة لم يعد لقلبها أحلام تطمح إليها مريم سوى حلما آخر قد يبدو بسيطا جدا بالنسبة للكثيرين ولكنه أمل كبير للغاية لا يفرق قلب هذه الطفلة. حلم مريم دي ما بغت تلبس النظارة وانا مع صباعها دي مشكلة ما تقدش تلبسها. حلم هذه ما صندالة شنو اللي عزلها في صندالة هي صندالة الصباح. حلم ما بغت تلبسها ما عمرها لبساتها ما تقدرش تلبسها مع صباعها ما تقدرش تلبس. ويبدو أنه بات واجبا عليها أن تمحي هذا الحلم من مخيلتها نهائيا فعمليتها تستدعي استعدادها النفسي لمواجهة أمور لم تكن في حسبانها يوما. قلنا هاد العمليه اللي خصها تعمل خصها تعمل في اقرب وقت لانه الحاله ديالها بدات كتولي صعيبه كيطلع ليها على حساب داك الميكروب اللي كان في صباعها بدا كيطلع ليها. علاش نبغاو العمليه تكون دغيا ماشي تبقى معطله. دابا شحال انتينا كتستناي باش العمليه تعمل؟ قبل رمضان. قبل رمضان. قبل رمضان تقريبا شي 4 شهور. دابا ماشي شي 4 شهور ولا 5. شحال الثمن ديال العمليه؟ 4 مليون. طالب لك 4 مليون. طالب لي 4 مليون في العملية. غديرها في مصحة خاصة. في الدار البيضاء. دار البيضاء. شنو هي أول حاجة غادي تعمليها مريومة غير تعمل العملية وتولي لاباس؟ كمل قرايتك. تكملي قرايتك. باغية تكملي قرايتك.
شنو الحلم ديالك في المستقبل؟ شنو بغيتي تكوني؟ طبيبة. طبيبة دايش ديال الصرف. علاش بغيتي تكوني طبيبة مختصة في علاج مرض الصرف؟ كنتش كنشوف الناس كيتألمو، كنتش كنشوف الناس كيتألمو. كل كلمة صادقة تتفوه بها هذه الملك تزيد من وجع قلوبنا وتذمرنا إزاء حالتها، فتفكيرها البريء وقلبها الطيب يؤكد لنا أنها تعتصر ألماً بداخلها، حتى وإن لم يشعر جسدها بالألم فلحرقة قلبها صدى أمر بكثير. شنو تبغي تطلبي من كاع الناس اللي كيشاهدونا دابا في برنامج مغرب الخير يقدروا على انهم يعاونوك؟ يعاونوا مريم باش توقف على رجليها وتعوض صحتها، هادشي اللي كنطلب من الناس، اللي استطاعته شي حاجه يعاون بها. معذباك بزاف الحاله ديالها؟ بزاف، ازمتني، وليت مريضه، ما كنتش مريضه وليت مريضه، جاني السكر. ويتاش تجلس في خطرة، ما نصيب شكون غيهز إلا حيدت لها. ويتاش وقف غير على رجليها تهز غير راسها. اللي نطلب من الناس اللي كيشوف واللي زعما يحن قدر المستطاع اللي صاب باش يعاون، يعاون مريم. بغيتها توقف على رجليها وبغيتها تصح، ما تمنيت حتى شي حاجه، كنطلب غير يعاون مريم توقف على رجليها وتصح، تعود لها في حياتها وصافي. هادشي اللي كنت مريومة. شنو تطلب من الناس اللي كيتفرجوا فينا دابا ويقدروا على انهم يعاونوك؟ عاونوني باش ندير لها مريم. لم تقوى على الكتمان طويلا، فاعترفت أخيرا باستيعابها لوضعها رغم إنكارها لذلك في وقت سابق، راجية منكم المساعدة. سبحان ديالي بديك خميشو. يا رب تشافيني، يا رب تشافي الجميع، يا ربي آمين.